لا علاش؟ كيقولوا شي ناس باللي راه عنده شعرات جانبيه من اللي قدام، يعني يقدر يحيد هذا المرض، ولكن مع المده يبانوا الاثار ديالو ديال شي مرض اخر، يعني اعراض جانبيه. داك الشيء اش كنقول واقع لله انا ما نديروش، اش ما عرفش مناش اللقاح مناش مكون انا شي علاش. هذه مزيانه، فكره مزيانه للمجتمع المغربي، هو خصنا نعرفوا غير المعلومات ديال هذا اللقاح باش نعرفوا شنو تيصلح وشنو اللي ما يصلحش. دابا بزاف ديال المغاربه متخوفين من هذا اللقاح حيت ما عارفينش المعلومات عليه اكزاكت، المعلومات كاملين. مي راه هو لا كان مزيان للصحه ومزيان للانسان راه غادي يديروا بطبيعه الحال، انا ما عندي حتى تخوف. الانسان اللي ما بطبيعه الحال لا كان مفروض عليهم مزيان غيحمي لي صحتي وغيحمي لي والديا ولونتوغاج فين ساكن، الناس اللي قراب ليا اللي عزازين عليا راه غنديروا بطبيعه الحال. بطبيعة الحال الا شفتو غنجربوه انا الاول بعدا انا الصغير نشوف الا كان مزيان وهذا، وراه هذيك الساعه غادي يديروه. انا المجتمع المغربي كامل الا كان مفروض علينا راه مفروض عليك. هي نديرها، انا تنعاني بالسكر، نيت تنعاني بالسكر ودايره بزاف ديال الامكانيات ما تجيناش، معلوم دير معلوم جلب. هي تايقه، هي كيما تايقه فانيت السكر وفايقه في الدويات كلهم، اللهم هي ولا هاد المرض هذا ما غاش تكون اكثر من هاد المرض. اول حاجه أو احسن حاجه تلقاو اللقاح، اما انا عندي تخوفات ما نقدرش ندير اللقاح، فهمتي؟ عندي تخوفات بزاف ما عرفتش اش غيكون فيه، لا درت شنو نقدر المرض ولا طرا لي شي حاجه. ثاني حاجه ما عرفناش منين كيشكون واش هادشي فيه شي عيب تضر بينا في صحتنا.